صحنا كده اللي مسالكم هسه حسكم دخلوا على خير امكم احوالكم طيبه شو بقول لكم صار ضحك انا اشتعلت مجوزي من الحمد لله دابا صافي دوسا من الاجواء غزاله نديرها الصيف سما صافي صيف ناجم على حوايج البرد وكل شيء نمشي لاكسيون شحال هادي بيني وبينو فاش حاجه بيني وبينو كنت كنمشي لاكسيون وحنا خرجت جون في دابا غنمشي لاكسيون ديال اوي كان كيعجبني فاش كنت ساكنه في بيزون وغادي نبارطاجي معكم شنو كاين فيه اليوم شوفوا السماء شحال جميله دايوغ كنتو سولتوني على لو بارك لي درت فيه لانيفرسير هو لو بارك حنا داري مبعدش بزاف سي سميتو سميتو لو ميليونير مي اون فيت راه كاع لي بارك تقدرو ديري فيهم لانيفرسير فات جو سي با انا بعدا كنت عيطت لاميري ديال كوربوفو سولتهم قلت لهم زعما بغيت ندير انيفرسير في لو بارك واش واش خاصني اون اوتوريزاسيون ولا شي حاجه قلت لكم هو لو بارك لو ميليونير في كوربوفو كنت عيطت انا لاميري وسولتهم سولتهم شي شهر ولا شهرين قبل حيت كانوا كاتبين دايرين واحد في الدخله ديال البارك وهنا كاينه مكتوبه بلي انترديت ديري لي فات وداك الشيء دوكا عيط لهم قلت لهم سي جامي مشيت انا نكون واقفه يوقفوا عليا ولا شي حاجه عيط لهم سولتهم قلت لهم زعما خصني اون اوتوريزاسيون ولا شي حاجه واخا حنا وليت لي با نومبر كنا غير 10 بينا ولا شي حاجه غير لا بتيت فامي قلت لهم واش خصني شي اوتوريزاسيون ولا شي حاجه باش ندير في البارك قالوا لي لا ما خاص لا اوتوريزاسيون لا والو غير هو هذا البارك كيعجبني كاين حدا الدار فريمون زوين الخوف اللي كان تيكون عامر الناس اللي ساكنين هنا غادي يعرفوا تيكون عامر في الويكاند ولا يوم فيغي مي هكا وصل لا سيمان فاش يكون داير في المدرسة كتعجبني تمشي فيه نعم ماما شفتو كي جا حيت هاد البلاصة فيها كتجيني سي زون ريزيدونسيال فيها لي ريزيدونس بزاف وهو هنا وكيا ميم هادشي كيبان لكم دي ان بتي تيغ دو جو اي فوالي فوالو دونك قلت لكم ها انت هذا هو سميتو هنا فين مكتوب بلي انتيردي وريكم وي ماما ما عرفتش المهم بنت كانت بنت لي هذيك المره بالنسبه لاكسون اللي جيتي سي اكسون ديال لا فيل وي اللي كاين فهاد لو سونتر كوميرسيال بحلول كاينه شوسيا تي غنشوفها وكاينه اكسون اون كومونس فير دي تابي ماما دوماني تابي لي قلتي شحال رخاص اون كومونس بار لو كوان بروموسيون ماما ولا لي قال لي دي راكيت هما قال لك دي طابيت تاع موش ضربي بهم الطبان ايوا صافي كاينين هاد لي تابي سعود المهم 10 اورو 9.95 انا اللي جبتها سي المحل غيطيح عليا هادشي كامل وازير كرياتيف هاد البلاصه كتعجبني فاش تكون عندي شي بوفي ولا شي انيفرسير ولا شي عيد ولا شي حاجه نجي نبقى نقش فيها انا استنى محتاجه منا والو هاد المقادات حتى زوينين ميم تقال انت ديري فيهم البيض ومطيش دقيق لين ما عرفتش شنو اللي هاد القيادة شوفو مي فريمون زوينين هادا ما كاينين عاوتاني هاد لي بواط هادي عندي بلاصة ديال لي كادر اوكي ما كاينينش شي نوفوتي اتون ودي هاد جهة ديال الورد نون بلو كاين شي حاجة جديدة فاسون با بون دو باغ كونتخ زوينين هاكا لي بيرو ديال الدراري صغار هاكا مغلينهم كامل 9 يورو بوغ سا سي جو تخوف سي شير انا او مود هداكشي ديال سميتو ديال الصيف هنا هاد لابوتي ولا لاجار كبيرة هادشي ديالها هاد الكويسات زوينين ديال الكوكتيل هادو فنين سان كومبيان كاتر يورو جوبونس لي دو هادا زوين نعم ماما هادو زوينين فنين كاينين هادو ديال الماكرامي كاينين في اللوان كيعجبوني هادوك الماكرامي كيجيو غزالين الناس فيهم 40 على 40 المهم هانتوما هادشي كامل لي كاين سميتو أو ماتيغ دو أوس دو كوسان كاين هادشي شوف هاد لي طابي شحال فنين كاين صغير بغيت ندير واحد في داك الدغيسين عندي ما جاوني صغارين جوبونس غزالة هادي كانت شوية كبيرة 50 على 80 و لخرى 80 على 90 نتسنى نحلها نشوف قداش راه لا صغيرة فريمون زوينين كاينين الكبار ما كاينينش على هاد الشكل كاينين غير هكا فين الوراق
لكم كوميم لي بري كاينين هادو ب 10 هادو اللي وريتك الصغار ب 6.49 هادو 19 اللي كبارين زي بونش ضروري ناخذهم من اكسهم هادو هادي سي هادي 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 لي بونج ماجيك كتنفع الحيوطه الدراري فاش كيبداو يكتبوا فيهم داكشي كاينه هادي وكاينه هادي فريمون خطيرين هادو خصني نخرج ماما وحده شي وحده قولي ما ديش لها ولا هاد كيوسخو لها بيسين فوالا بيسين هذا جوج بيسين شي تو سكي بحر وداكشي بغيت ناخذ نجيب ليه واحد لابو اللي كانت عند محمد فاضل فاش كان صغير ما عرفتش كيفاش كنت خديت من اكسو ها هي شوف سبحان الله الحطوطه ها هي فوطات وداكشي ما كيشربوش هادو شوف مزوينش واللعيبات ديال الدراري الصغار اللعاب 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 نتوما جمعو ليا كاع داكشي اللي كيعجب ليك في بلاصة وحدة هادو ضروريين شمع لك وقت الغنى دابا وهادي هادي هادي خطيرة فريمون كتحيد لي طاش واعرة بزاف وهادو ضروريين زين ديسبونسابل في لاكويزين هادو الفوطات هادو خطيرين هادو هاد لامارك هاد اللي فيها هاد لي سين هاد فريمون زوينين كيمسحو ديال بصح حتى البيضين ديالهم زوينين كلهم هادو الا بغيت زعما كان خاصك الفطات غير خذو هاد الشكل هادو لا هادو ما زوينينش هادو رجعنا من اكسون هاكا ما لقيتش فيه غون شوز سي دوماج ما عرفتش انت مولا انا دهنا مع اكسون ما بقيتش كنلقى فيه والو وميم هداك الشي ديال الماء ديالو وداك الشي ما بقاش كيعجبني داك الصفر وداك الضو غير مازال داك الشي الخشب صافا مازال فيه داك الشي زوين ماشي الاخر صافي واش طلعينا في راسنا ما بقاش كيعجبني ما كيعجبني والو في اكسون عبد اللحى فهد اللحى اختي هنا ما كانش جوج دلاحه كان واحد الطرف ديال الدلاح غزال ديال المغرب خاطر شنو بغيت نقول لكم بغيت نصايب الشفنج كلي تحمستي بزاف غير تشريت الشفنج وبات لي في سميتو بات لي في لو ليفر ماروكان كاينه لا ريسيت في ثيرموميكس وقلت غنصايب الشفنج اول مره صدق انا غنحطها لكم ما صدقش ما عنديش هذا الفيديو كامل و غندير فوق الليل معنا كنبغي نوجد الفطور هذاك العشاء بكري باش كنتهنى غندير غير دي ساندويتش ديال الكفته مع الفريت وبغيت نصايب واحد الدجاج شفتو في انستغرام دونك هذاك الشيء شنو بسمعكم هذا الفيديو هادي شوف انستغرام كيبان خطير الدجاج المقلي ولكن هكا صبيعات بواحد الشريمه وداك الشيء كيبان كيشهي الوغ انا ماشي من الناس اللي معجبات بالدجاج انا عايز عليا الدجاج زعما كناكلو غير زعما فقط سينو زعما حاجه اخرى ما كناكلوش داك المقلي دواور داك الشيء ما كيعجبنيش مي هذا فريمون شهاني واحد كيفاش رقيق يعني ما غاديش تعضيك ديك الدجاج بحال داك الدوار جيم با و حتى سميتو لا ماريناد ولا التتبيله اللي دايرين معاه كتبان جميله سو نكمل المونبول ديال التليليحه ونبدا باش نبدا نبدا بالشفنج اللي خصو يخمر باش نبارطاج معكم كلشي ان شاء الله غادي نبدا المهم لا غوسيط راه حطيت لكم لامبري ميكرون خديتها من لوليف ماروكا 550 غرام ديال لافارين واحد 400 غرام ديال الماء و 25 غرام ديال الخميره واحد القبيصه ديال الملحه وكلشي غادي يعجن ليا الاخ ثيرموميكس ونشوفوا هادشي كي غيجي انا درت لافارين ودرت سميتو الماء انا في حق العجينه كتعجبني هاد العجينه كنقولوا لها معجون هذه الطريه كتلقاها عند الجزار هي اللي غادي ندير ما غاديش ندير داك الحبيبات حتى الاخرى في حق مزيانه مي بون انا غادي كنحس بها بلديه اكثر خلي يقول لي الخميره البلديه يقول لي صايبها في الدار اسمعي ماما تقول لي اه بنتي ديري الخميره البلديه في الدار اش بغيتي بالزيوتات هاد ليامات ولات افون في هادشي ديال الزيت وداك الشيء كوكو ماما دابا غادي ندير العجن مدة واحد 5 دقائق غادي نديرو العجن واحد 5 دقائق صافي دابا هادي لاطات انتم كيفاش كتجي دايره غير تلصق نخليها تخمر واحد نص ساعه ولا شي حاجه ونسيت بالي دوبلات وغادي ندوز وقاد الكفته ديالي والدنجال هنا بعد ما انتم شفتوا راه فريمون فخاد ديال بصح غادي نديرها هنا فحقك عليه من الاول نديرها هنا مي بونس باكاف وغنبدا ندير دي بول اللي غنحطهم في هاد البلاطو هذا ونبدا نخدم نورمالمون دابري شنو قريت سي كو خصك جوج ديال هذا وحيده نديرو فيها شويه ديال الزيت يكون شويه افوتو والاخرى هي اللي غنعمرها بالزيت مزيان المهم انا نبدا نصيبو الدوارات عشان ندوزو للمرحله الاخرى غنحاول هي خصها تكون كتلصق ديال هذه العجينه ديال الشفنج خصها تكون كتلصق هذا اب اجي نتحيد عليا نتمنى ادي بالزيت
طلعت المغرب وليت صايب في الشفنج خليها مات وليت كنصايب في الشفنج تتخرج تشهد تشري واحد داك الشفنجات كيديروا بلاك فداك فداك شو سميتو واحد داك الخيط الخضر ديال النعناع غتقول يا فك وليت في العياقه وليت تهضري داك الشيء بحال بحال صحاب جوج عام ما جيت للمغرب والله ما نسيت على سميتو ما عرفتش شكون سميتو داك داك الزلاق الزلاق اللي كنزلقو فيه الشفنج مشات لي سميتو خاصني الزلاق وندير واحد بحال الكروسه ونجلس نبيع في الشفنج جات لي الضحك كتخيط بابا يشوف الفيديو ديالي قول ليا مي سافا با بنتي كيس كي تبخون بنتي كتصايبي الشفنج بابا بغات هنا الشفنجات صايبو الشفنج صايبو هانتي راه مبقاش كيتلصق بزاف والله إلا جاتني الضحكة غنقطع ونعاود غنقطع لا فيديو ونعاود تنضحك على خاطري ونعاود نسجل أنا كيمكنش نتبقى أنا كنضحك الشفنج مسطخ تو صاف الشفنج ديجا راه باط معتمرة ولات بحال هكا مافهمتش مالها شوفو هداك مباشر تكورو ليا في خصني وشوفو هداك كي جات هادي قالك خصها طيب هنا من بعد طيب في الاخر ما جاتني ما كتنفخ ما حتى حاجه المهم نطيبها في الاخر ونشوف ولكن باين على ما صدقاتش هادي ربي تسمح لي غنلوح العجينه الاخرى هادي ما ندير بها ندوز نشوف الدجاج تا هو واش غيصدق ولا لا هانتوما شكل ديال الشفنج ولكن الداخل تنحل لكم حنا تشوفوا ما جانيش داك المفشفش بحال ديال الشفنج ما عرفتش علاش واش الخميره واش والله ما عرفت دوما هذا سي دوما شفت الشكل ديالو زوين هانتوما اون فان كونت واحد جوج ولا ثلاثه راه صدقوا زوينين ولكن الشيء الاخر ما عجبنيش حتى شي باني ولا شي حاجه شفتو من الداخل شنو داير بحال داك عرفتي داك الشفنج اللي كتقول ليه هذا كاين شي واحد اللي كيبغي الشفنج مطفي وهذا المهم اختي سيرو انا باش تدخل تشوف في يوتيوب لقيت واحد لاغوسيت فيها 8 مليون ديال لي في جو بونس هذيك هي اللي زوينه اللي بغات دير لاغوسيت ديال الشفنج راه حط لها اختي لوليا انا هادشي عندي ما هوش هادشي ما عجبنيش مي بون مونجابل ندير فوق منه عسيل انا كيعجبني الشفنج نقطعو هادشي كنت كندير فاش كنا مثلا في دارنا كنشديه كنقطعو طريفات هكا بالمقص كندير فوق منها هكا عسيل وناكلو معاها عاتيه يا سلام مي بون هذا هانت راه بحال الشفنج شوف هذا كتبعد على راسها هنا غادي ناخذ واحد لو بول غنديرو فيه هاد هذا صغير نجعل وحده في الحقيقه في الوقت غندير جوج ساعات ديال الوحده تبارك الله كثير على كلينا غادي قلت لكم حنا ما عندناش مع الدنجال وغندير فيه الملحه حتى ينشف من الماء مزيان ندير فيه المليحه نخليها واحد 10 دقائق ينشف منا فاي يطلق الماء ديالو ملي يطلق الماء ديالو ديك الساعه غنعصرو وندير ليه هذا لو بابي ماشي بابي كويسون سميتو ولي المهم غادي نعصرو مزيان من الماء ونشفو بالبابي وديك الساعه نتلاقى باش نديرو ليه العطريه ديالو ونقليو هي نورمالمون لاغيسيت لي شفت كديري ليه المايزينا كتقليه عاد كديري ليه واحد الخلطه مي انا جو بريفير نديرها قبل من الاول باش هو يجي بنين ماشي لا بانور هو يكون بنين زين الشفاج ندوزو دابا النجال نشوفو تواحريرتو غيطلق لنا مزيان غنعصرو ونديرو نديرو في سوا في المنديل ولا في شي بابي وندير ليه هذاك الخليط ديال العطريه والطحين ونخلي تنبغي ناكل ونقليه ان شاء الله بعد ما نشوف غنزيدو عليه هاد البصله هادي بودر وشويه ديال الثومه بودر حتى هي هنا شفت شويه ديال الابزار وغنزيد شويه ديال التحميره الا عندكم السودانيه حتى هي ديروها انا ما عنديش وغنزيد شويه ديال القزبر ومعدنوس شويه ديال النشا ولا شويه ديال الطحينه ما عندكمش النشا ولا المايزينا ديروا غير الطحين وهذا الشيء كامل يتخلط بحال هكا خلطه بيديا يعني كيف قلت لكم انا اللي كيعرف بلا ما يتفرج لا فيديو خلطه بيديا زدت شويه ديال النشا وغنديروا في زويته سخونه يتقلى فرانشمون جوعين انا ما كيعجبنيش كيف قلت لكم الدنجال النصيحه اللي نعطيكم هو هادو اللي فيهم قشوره ما عجبونيش اللي بلا قشوره عرفتي سا باس نيكال كتاكلهم بحال الفريت المهم اللي ما عندوش مع الدنجال وبغى يدير هذه الطريقه ينقيه كامل هذه النصيحه مالك هذه النصيحه اللي نعطيكم واحد لاصوص واش كتعرفوها ولا لا ما كنخدم بيدي اللي كيعيف اسمح لي ملي كنعجن الكفته بحال هكا كنزيد معها واحد شويه الماء باش ملي تكون كتشوى ما تجيناش ناشفه هذاك ديك لافابور اللي طلع تلقى منين طلع فهمتوا ماشي تاخذ من الماء ديال الكفته كتاخذ الماء اللي زدتي المهم هنا كيف راكم عارفين العطريه ديال الكفته عاديه مع زويته وكنزيد واحد الحفينه ديال الماء وكنعجن مزيان